هلا يا اصدقائي معكم سامو طبعا هذا الفيديو يا اصدقائي مثل ما شفتوا بالعنوان اليوم يا اصدقائي الفيديو راح يكون كثير مميز عشان اليوم يا اصدقائي جبت لكم خبر كثير قوي عن عربه او مكنسه جديده راح تنزل في بيكاكسي وغالبا هذه راح تكون كثير رخيصه يعني غالبا راح تكون يا يعني اما بكوينز او بجواهر قليله فطبعا يا اصقاي ضروري تشوفون هذا الفيديو من الاول للاخير لانه يا سقاي كما راح نجربها انتم متخيلين هذا الشيء طبعا يا سقاي ضروري ضروري تشوفون هذا الفيديو لانه راح نشوف صوره لها بشكل واضح وكمان راح نجرب هذه العربة أو هالمكنسة وراح نشوف مميزاتها وهذا الشي قبل لا تنزل حتى فهذا الشي لا يصدق عن جد فطبعا يا أصدقائي شاهدوا هذا الفيديو من الأول للأخير نفس ما قلت لكم وكمان لا تنسوا دعمونا بكثير لايكات وإذا اشتركوا بالقناة وتفعلون زر الجرس والحين يلا نبلش lets جو طبعا يا أصدقائي آه هذه العربة أو هذه المكنسة غالبا يمكن بيكاكسي رح تنزلها بالجزء الثاني اوكي لانه يا سقاي دام هي موجوده في بيكاكسي فهذا الشيء بيعني انه هي رسميه والخبر رسمي واكيد رح تنزل يعني لسه فطبعا يا سقاي آه وين رح نلقى هذه المكنسه او هذه العربه رح اوريكم هسه بعد شوي فطبعا يا ما ناس عارفين دائما في تحديثات بيكاكسي هيك بتعمل آه بالاول اول ما ينزل التحديث ما بتنزل بيكاكسي كل الاشياء لا بتعمل آه اجزاء ثانيه آه يعني كم اسبوع وهيك وبتنزل بقيه الاغراض شوي 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 ايميل ورا ايميل وبتنزل الاشياء فعرفتوا شلون اكيد صرتوا عارفين هذا الشيء فما يحتاج اقول لكم اشرح لكم عنه فطبعا يا سكاي وين راح نلقاها ليتس جو طبعا يا سكاي ما اعتقد انه شفتوها او لاحظتوها بس يمكن لاحظوها بس نسبة قليلة فالمهم يا أصدقاء نجي ندخل آه على هالبوابة طبعا يا أصدقاء حتى أتوقع إنه ما في كثير منكم دخلوا عليها طبعا يا أصدقاء تعالوا كمان أوريكم شنو موجود هنا طبعا يا أصدقاء هنا في لعبة قديمة رجعت لي اللي هي لعبة الطيران بس هالمرة يا أصدقاء رح نطير بالعربة أو المكنسة اللي قلت لكم عليها سو so let's go طبعا يا اصدقائي يلا متحمسين انه اجربها معاكم للمره الاولى ليتس جو شوفوا طبعا يا هي هذه واو شوفوا طبعا يا اسقه هلا ما راح نقدر نشوفها من القدام بس آه بعد شوي راح نشوف شكلها من القدام شوفوا يا اول ما تستخدمونها تصير تطلع هالنجوم الأشياء الخضراء هذا الاثر كثير كثير حلو وكمان يا اسقه شوفوا لما تصعدون شو راح يصير يعني راح تتشقلب هذه العربه او هاي المكنسه بهذا الشكل اوكي وكمان رح لما راح تنزلون كمان راح تصير على نفس هذا الشكل فكثير كثير كثير حبيت وكمان يا أصدقاء لما تستخدمون السرعه شوفوا شنو راح يصير حرفيا صدمه انا لما شفت المره الاولى كثير كثير انصدمت فشوفوا واو طبعا يا اصدقائي السرعه كثير قويه وغير انه السرعه كثير سريعه يعني شوفوا الحركات اللي بتصير وشنو تطلع تطلع هذاك الاثار والضوء فالحين يا اصدقائي راح يخلص الوقت وراح اوريكم شكلها من القدام يلا شوفوا اثنين واحد يلا هلا خلص الوقت وشوفوا يا اصدقائي او ما طلع لي يا اصدقائي الصوره لانه ما جمعت اصلا ولا شيء فلحظه لحظه لحظه نعيد طبعا يا أصدقائي الحين وريتكم أوكي المرة الأولى بس وريتكم الأشياء أو المميزات تبعها، الحين راح أجمع وراح أوريكم يعني مدى فعاليتها ومدى قوتها وسرعتها، سو so فطبعا يا أصدقائي هاللعبة كثير ممتعة وأنا كنت كثير بحبه لأنه بحس إنه الشيء حلو إنه تجمع نقاط وتتحدى نفسك وتشوف قد إيه راح تجمع، سو so yep. آه يا دايما هالحلقات الشسمة الذهبية بتكون كثير حلوة لانه بتعطيكم خمستاش اوكي هلق هذه الفضية بتعطيكم عشرة وكمان آه هذه يعني هي اللي بتعطيكم خمستاش سو so انا اريد اكمل ميتين ميتين سو so يب كملته فحلو هذا من اول مرة الي فالمره اللي فاتت صراحه ما كنت كملت اللعبه كنت بس شفت الشيء هذا وانصدمت انصدمت اوكي يا اصدقائي طبعا هذا هو شكله او ماي جاد طبعا يا اصدقائي ايش رايكم بالعربه طبعا هذه واضح اعتقد راح تكون عربه طبعا يا اصدقائي شوفوا ترى بامكانكم يقعد معاكم شخص اخر اوكي فاعتقد بس اثنين اللي يقدرون يركبون بها انت وصديقك بس وطبعا يا سقاي شوفوا كيف آه يعني من قدام موجود هذاك السله اللي بيها مشروبات الهالوين كانه ساحر وهيك فمره حبيت الاجواء وحبيت الفكره فاعتقد انه الفكره واصله وطبعا يا سقاي كمان شوفوا آه بيها هذاك الكتاب تبع الهالوين كمان يا سقاي شوفوا إضاءة أو التأثير أو الألوان صراحة الألوان كثير حلوة وعلى نفس الألوان تبع التحديث فطبعا يا أصدقائي إيش رايكم بيها سو so, يب مرة حبيت أنا فطبعا يا أصدقائي كمان شنو لازم نشوف طبعا أعتقد واضحة واضحة يب فيب هي هذه يا أصدقائي العربة أو المكنسة فطبعا يا أصدقائي تعالوا أوريكم بالأساس شنو الموجود في بيك من مكنسات وعربات تبع الهالوين صراحه عشان كذا انا قلت لكم هذه هي احسن عربه او مكنسه راح تنزل في بيك اوكي تبع الهالوين فاساسا نفس ما قلت لكم بالهالوين ما في ما في كثير صراحه اوه لحظه هذه طلعت يا سقاي شنو استخدمه واو هاي يا صقا اللي بالايفن باس طبعا يا صقا ما أعرف لو نزل الفيديو الايفن باس او لسه بس المهم بالفيديو كنت قلت لكم انه هذه ما بعرف شو توقعتها اثاث بس طلعت عربه او طلعت يعني وسيله تنقل واو بس بالمجان هذه يون انصدمت طبعا ما كنت ادري بهذا الشي يما مره حبيت فواضح يا سقاي انه هذيك كما رح تكون عربه سو so, يب yep. فحرفيا هاي اللي جربتها الحين هي اول شيء عربه او شيء للهالوين اعتقد كان في واحده كمان راح اشوفها نزلت هذيك السنه سياره اوكي سياره بس انا اتكلم عن العربات هي هاي شفتوا هاي اصلا مو سياره ما ما اعرف هاي سياره سباق فكمان المكنسات راح موجود كثير لانه المكنسات نزلوا في الهالوين بس سو اوكي لحظة شوفوا يعني كل هذول حرفين مكنسات شفتوا او ماي جاد شوفوا وكمان هاي الكتب كله اشياء تبع الهالوين سو so, اوكي yep. كمان okay, هذول كانوا نزلوا هذيك السنه تبع الهالوين كمان هذي uh, هذه اسقاي كمان كانت نزلت بالهالوين اوكي هذه كانت نزلت في الهالوين تبع 2021 او 2022 هذه حرفيا كانت هي احسن مكنسة عندي لكن من ورا ما نزلت هاي تبع جليتش تراجعت للمرتبة الثانية so, طبعا يلا كمان نشوف اوكي اوه هذا عندي من ستين طبعا يا صغير شوف هذه حولكم لشبح قلولي لو عندكم منه او لا اوكي فصراحة كتير حلو شوف شوف شوفو هلق مين الشبح الأصلي أنا ولا هو شوفو <applause> شبح مسك شبح أوكي وين المنطق فالمهم يا أصدقائي كثير كثير حبيت أنا المكنسة هذه صراحة ايش رايكم بيها انا صراحه إن كثير حبيتها ومتحمس مره عشان تنزلها بكاكسي فنفس ما قلت لكم يا اصدقائي هي واضح راح تكون بكوينز او اذا كانت يعني غاليه فبالحدود بالحدود راح تكون بجواهر ولكن رخيصه اوكي فنفس الفكره تبع هاي اصلا شوفوا هذه اللوحه اللي نزلت نزلت كمان بس بجواهر يعني فيعني نفس الفكرة فغالبا راح تنزل المكنسة هذيك يا اما بمية جوهرة مية وعشرين مية وخمسين بهذا الحدود يعني فبس يا اصدقاء هذا هو الفيديو اليوم بالكامل لا تنسوا تدعمونا بكثير لايكات واذا بالقناة وتفعلون زر الجرس وبس مع السلامة باي باي السلام